الاخوات والاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم ان شاء الله كل جديد. ولا عجبكم هذا الفيديو ضغطوا على زر اللايك. اليوم الاخوات والاخوان غادي نحضر معكم شوفلور مقلي بطريقه مختلفه. اذا غادي نحتاج الشوفلور، قطعته الى قطع متوسطه بهذا الشكل هذا. اذا اول حاجه غادي ندير هذا الشوفلور يتسلق في الماء، غادي نضيف ليه القليل من الملح والابزار وغادي نديرو يتسلق. الاخوات ملي تسلقوا الشوفلور ما تخلوهش يتسلق بزاف في الماء، دائما غير تشوفوا يعني تقيسوا الشوفلور بالسكين ولا بالفرشاة يبان لكم انه طاب طفوا عليه مباشرة. وملي كتسلقوا الشوفلور الاخوات ملي تحيدوه من الماء الساخن من بعد ما سلقتوا الشوفلور ديروه في شي شبكة بحال هكا وخو عليه الماء البارد باش هذا كيحافظ على اللون ديالو وكيحافظ حتى على يعني كيحافظ على داك ملي كتقلوه كيجيكم هذاك الشوفلور كيجي مقرمش، يعني ما كيكونش داك الشوفلور معجن، كيجي مقرمش وشاد في راسو. اذا اول حاجه غادي ندير الشوفلور يتسلق ان شاء الله ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا طريقه القلي. اخوات صافي داك الشوفلور راه طاب، خويت عليه الماء البارد، صافي درتو استقطر هنا في هذه الكسرونه هذه. دابا غادي نمروا للخطوه الثانيه. هنا عندي العطريه، عندي التحميره وعندي الابزار وعندي الملح. اذا غادي نضيف عليهم الدقيق، تقريبا 4 ملاعق من الدقيق، وغادي نضيف عليهم ملعقه من النشا مايزينا. ملعقه كبيره من النشا، النشا هذه كتعطينا القرمشه لهذا الشوفلور. وغادي نضيف ايضا القليل من خميره الحلوى. هذه الكميه هذه تقريبا ملعقه صغيره غير مملوءه. غادي نخلط هذا الدقيق هذا مع العطريه والنشا وخميره الحلوى. كنخلطو مزيان حتى كنحصلو على واحد الخليط اللي هو متجانس. العطريه كتدخلينا في داك الدقيق. صافي على هذا الشكل هذا. الخطوه الثانيه هو اننا كنشدو هذا الشوفلور ديالنا، كنشدو الشوفلور وكنديروه بهذه الطريقه في هذا الدقيق، كندير ليه مزيان الدقيق، كنمرمدو مزيان في هذا الدقيق بهذا الشكل هذا. صافي الاخوات هنا راه ساليت ديك الكميه ديال الشوفلور اللي عندي. ديال الاخوات هنا راه عندي زيت سخن، اذا غادي ناخذ مباشره الشوفلور بالطريقه هذه. غادي ناخذ حبه ديال الشوفلور وغادي نديرها في الماء بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغادي نقليها مباشره في المقلاة. غادي ناخذ حبه اخرى غادي نديرها في الماء، غادي نسكر هاد شويه من داك الماء وغادي ندير هاد السلاح. إذا هادي هي الطريقة الأخوات لي غادي تسكرو. غادي ناخدو حبة أخرى نديرها في الماء، غادي نديرها في السلاح الزيت. إذا هادي هي الطريقة الأخوات، غادي نكمل الكمية، غادي نقليها الكمية ديال الشكر ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. اخوات هذه هي النتيجه النهائيه ديال الشوفلور، صراحه راه كيجي هائل، كيجي مقرمش، كنظن راه كتسمعوا صوت ديال القرمشه.
جربوا هذه الطريقه، هذه كتجي رائعه جدا. هذه الطريقه في قلي الشوفلور، انا رافقت هذا الشوفلور هذا مقلي، رافقته بواحد طبق ديال صينيه ديال الدجاج، صينيه ديال الدجاج والبطاطس. يمكن لكم ترافقوه مع اي طبق. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنساونيش من اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم ان شاء الله كل جديد، وخليتكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.